نعم تفضل. هل يلزم للشخص، هل يلزم الشخص، يلزم الشخص أن يشاهد ذبيحته وأضحيته وتذبح؟ لا يلزم، فإن النبي أمر عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة ولم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي هذا عن من لم يضحي من أمتي، ونحن لم نشهد ذلك. أما حديث فاطمة اشهديها فإن لك كذا وكذا من الأجر، حديث ضعيف الإسناد جدا لا يصح.